صباح الخير نور. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، وصباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. صباحكم ياسمين شامي وصباحكم خير على طول. نتمنى بهذا اليوم الانفراجات للجميع ويكون نهارنا على ذوقنا ونقضي برفقة الأشخاص اللي منحبهم. يسعد صباحكم، بلشوا قولوا يا رب وخلونا نبلش صباحنا. يسعد صباحك رشا وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نطلع عليكم برحلة صباحية جديدة فيها محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا، لكن كالعادة مع بداية كل نهار نتمنى هالنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق اللي كتير لكل الناس. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن كالعادة خلونا نروح لفاصل غنائي نبتدي رحلتنا. نحن أكيد ما زلنا بالشهر الوردي للتوعية نور بمرض سرطان الثدي. نحن حنروح هلأ لمادة نعرف من خلالها شو هي المحاذير المهمة مع هذا المرض. سرطان الثدي، أثبت الكثير من الدراسات الطبية ارتباط الإصابة بسرطان الثدي ونمط الحياة غير الصحي. البداية مع مجموعة حقائق تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. بداية، يصل خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث إلى الضعف إذا عانت المرأة من السمنة في ذلك الوقت. تزيد دهون الجسم من خطر الإصابة بالسرطان بسبب فرط الأنسولين وزيادة الاستراديول والالتهاب المعمم. يمكن أن يمنع النشاط البدني بحد ذاته حالة واحدة من أصل 8 حالات من سرطان الثدي وفقاً لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض CDC. هناك علاقة عكسية بين استهلاك الخضار وخطر الإصابة بسرطان الثدي، وانخفاض الاستهلاك يعني خطراً أكبر. ما الذي يمكن القيام به لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ الامتناع عن التدخين، حيث تشير الدلائل لوجود علاقة بين التدخين وخطر الإصابة بسرطان الثدي، خصوصاً لدى السيدات الذين بلغوا سن 40. الحفاظ على الوزن الصحي، يرفع الوزن الزائد أو البدانة خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا حدثت السمنة في مرحلة متأخرة من العمر وبعد انقطاع الطمث. ممارسة الأنشطة البدنية، قد يساعد النشاط البدني في المحافظة على وزن صحي، وهو ما يساعد في منع الإصابة بسرطان الثدي، فينصح أن يقوم معظم البالغين الأصحاء بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من التمرينات الهوائية المعتدلة، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمرينات الهوائية الشديدة، إضافة إلى ممارسة تمارين القوة مرتين في الأسبوع على الأقل. الرضاعة الطبيعية، قد يكون للرضاعة الطبيعية دور في الوقاية من سرطان الثدي، وكلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائي من المرض. أخيراً، تجنب التعرض للإشعاع والتلوث البيئي. تستخدم أساليب التصوير الطبي كالتصوير المقطعي المحسوب وجرعات عالية من الإشعاع، حيث تؤكد بعض الأبحاث أن هناك ارتباطاً بين الإصابة بسرطان الثدي والتعرض التراكمي للإشعاع على مدار الحياة. أما هلأ مشاهدينا خلونا نتابع أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 13 تشرين الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1792 وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض بالولايات المتحدة ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي. وبعام 1988 الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل بالأدب. وبعام 2016 الإعلان عن فوز بوب ديلان جائزة نوبل للأدب بعام 2016. وبذات العام 2016 اختيار رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو أميناً عاماً جديداً للأمم المتحدة خلفاً لبان كي مون. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1925 مارغريت تاتشر
رئيسة وزراء المملكة المتحدة. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1987 والتر بارتين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1956. وبعام 2003 براتام، عالم فيزياء كندي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1994. وبأولى فقراتنا الصباحية وبمساحتنا الصحية لليوم رح نتعرف أكثر على أهم الإجراءات الوقائية بمرض سرطان الثدي. أكيد ضيفتنا لليوم اختصاصية الصحة العلاجية الدكتورة نور مانستر. لي صباح الخير يا نور. صباح النور. لا هيك يظلم نور نور يعني دايما هيك نحن دايما صباحات اللي فيها نورين نور بيعطي هيك بيكون صباح غير شكل. وانت دكتورة جزء من صباحاتنا الحلوة، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل، الأطعمة اللي هي فعلا فيها جزء كبير من الوقاية، أساساً ستايل الحياة كمان بيلعب دور والغذاء بيلعب دور بشكل كتير كبير. خلينا نحكي بالبداية عن الأخطاء الشائعة بنظامنا الغذائي، لأنه يمكن حكينا معك كتير وما زلنا، لأنه الناس بتسمع بس للأسف ما بتنفذ. بنقول هذا الحكي كتير حلو صح، بس عملياً ما بنطبقه صح. هلا أنا بالحياة الواقعية اللي أنا عم شوفها وعم عيشها، خصوصاً أقرب الناس لإلي، يعني هنا المفروض انه هن شوي يتعلموا من الاشياء اللي بحكيها، يعني مينيمم بنحكي نحن على الدائره الصغيره، فكيف على الدائره الكبيره؟ هن بيشجعوكي على نظامهم العكس. لا مو هيك، هن انه اوه كيف قدرانة تطبقي ونحن حنبلش من بكره وهيك. بكره ما عم يجي، بكره ما عم يجي صح. المشكله انه بكره طبعا النظام الغذائي ما بيجي. هلا شوفي، نحن ما بدنا ناخذه انه هو عقوبه لنا. النظام الغذائي انه انت تكوني عم تاكلي، يعني هو طريقة تفكير جديدة، تكوني عم تقدري تاخدي كل المغذيات المناسبة لصحة جسمك بس بالكميات المقبولة. يعني نحن ما عم نقول نكون محرومين من كل شيء، أكيد الزيادة بالوزن بتلعب دور. الأشخاص اللي عندهم مثلا 50 كيلو زيادة غير الأشخاص اللي جسمهم حلو صحيح. واللي ما عندهم دهون زائدة، يعني هدول أكيد ما حنحرموا الأكل، بس في أشياء أكيد لازم نحرمها من نظامنا الغذائي، نحرمها نلغيها من النظام الغذائي لحتى نلاقي بس نتيجة عند الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة وزن. النظام الغذائي بشكل عام هو طريقة تفكير جديدة صحية، كيف نحن بنقدر نعمل كنترول ونتحكم بشهيتنا ونكبحها ونتناول كميات بتناسب معدتنا وهضم المعدة، بنفس الوقت توقينا من مجموعة من الأمراض اللي عم نعيشها، لأنه نحن كل فترة زمنية عم نعيشها أكثر، كل ما عم نتعرض لأمراض أكثر. طريقة الأكل وطريقة يعني مثلا ما كنا كثير نسمع من قبل سرطان الثدي بكمية كثير كبيرة، هلأ الإحصائيات تبع الـ WHO بتأثبت بسنة 2020 أنه أكثر من 6,800,000 سيدة حول العالم انصابت بسرطان الثدي. فتخيلي قد ايه عم تتسارع الوفيات ونسبة الوفيات. شو هي الأخطاء اللي يمكن نحن ما بننتبه للأخطاء؟ تمام. هلا مثلا نحن بنقول إنه نحن لغينا السكر من حياتنا، نحن صرنا نحط بدل السكر الأبيض معلقة عسل. ما هو إذا نحن بنقارن العسل بالسكر صحي، عسل طبيعي، سكريات طبيعية، بس معلقة العسل الطبيعي تحتوي على 68 كالوري سعرة حرارية، أما معلقة السكر الأبيض تحتوي على 45 كالوري، ففعليا العسل فيه كالوري أكثر من السكر. أو بنقول إنه نحن عم ناخذ السكر الأسمر بدل السكر الأبيض. سكري السكر الأسمر نفس السكر الأبيض بسعرات طب حرارية. سكرين هلا مع الايام اكيد الرمد احسن من العمى مثل ما بيقولوا، بس حتى السكرين له مضار كثير على المدى البعيد، بس انا بفضل كسكرين كخطوه اولى لحتى نسحب طعمه السكر من جسمنا كخطوه اولى، بعدين شوي شوي حتى السكرين نتركه او الستيفيا اللي هو سكر الفواكه. مثلا نحن مثلا بسال المريضه او الكلاينتس اللي جاي لعندي على العياده، مثلا انا قاطع كل شيء سكر، بس بحط قبل ما انام بتعشى صحن فواكه. طب اوكي كم قطعه في الصحن؟ فيه خمس قطع فواكه. طب كل قطعه فواكه هي بتعادل رغيف خبز تماما، كل حصة هي بتعادل رغيف خبز، لأنه هي بالنهاية نشويات. حتى الفواكه لازم نحن نعمل كنترول عليها، يعني ما ناخذ اكثر من 3 إلى 5 قطع خلال النهار. حسب انواع الفواكه، انا بعرف الموز يختلف عن التفاح، يعني نسبه السكريات هون صح تختلف صح 100%، بس انا بشوف الفواكه ما لازم نحرم حالنا من اي نوع فواكه، لانه كل نوع بيعطينا غذاء معين وكل نوع بيعطينا فوائد
وفيتامينات منوعة. ونحكي يعني على الكمية يمكن. تماما مثل ما قلنا من 3 إلى 5 قطع خلال النهار، مو بس على الوجبة الواحدة عرفتي. بس هذا بيختلف عن مريض السكر يلي في اشياء ما لازم نتناولها. في كثير ناس بيقولوا انه نحن فصل الشتاء جسمنا ما بيطلب سوائل، بصير فيه تجفاف، ما كثير بيطلب اصلا سوائل يعني. هو بس بيطلب اكل، بيرسم لك اكل هيك اكل تمام. فنحن هون مثلا بنكون عم نشرب كثير مي بفصل الصيف وبننسى انه نشرب مي بفصل الشتاء كمان. هذا بيلعب دور. فصل الصيف فيه طاقه ونشاط وشمس، بيكون عندنا حركه اكثر، بيكون عندنا طاقه اكثر لنمشي او نعمل رياضه. بفصل الشتاء الخمول لا، نحن بكل ايام السنه لازم نتبع نظام صحي يعني، مو بس بفصول معينة أو عندي مناسبة فبلتزم بهالنظام الغذائي بنحف عليه وبعدين بترجع حليمة لعادتها القديمة كمان. تخلص السهرة ونلبس 100% يلبس الفستان. هذا الشيء اللي نحن نظامنا الغذائي خاطئ. مثلا ما بصير نحن نخلط يعني، أنا هأحكي عن رفيقتي، هي تجربة شخصية، هي حاطة كانت قدامها قهوة وشاي وكولا عرفتي 3 أنواع كافيين وعم تشربهم كلهم مع بعض، وحاملة سيجارة وأرجيلة بجهة تانية. هذا المزيج وهذا الخليط هذا الخليط كلياته خاطئ يعني. نحن هي عادات اللي ما بقدر بدي لازم أشوفهم كلهم قدامي. هي عادات خاطئة لأنه نحن معوديننا. بعلم النفس بيقلك إن العادات اللي نحن بنكتسبها خلال سنين حياتنا ممكن نحن نكتسب عادة جديدة صحية خلال 3 أسابيع يعني، من 21 يوم ل 40 يوم. حتى فينا نغيرها تقريبا 100%. الخطوة الأولى لنغيرها 100%. هذا العقل الباطن بحاجة من 21 يوم ل 40 يوم لحتى أنت يا تبطلي عادة يا تكتسبي عادة جديدة. لهيك دائما بأنظمتنا الغذائية أول أسبوع بيكون كتير صعب. فأنا بنصح الناس إنه تبلش أول تعمل مثلا، إذا أنا حابة غير نمط حياتي اكتفي بيوم كامل انا حط بلان، حط خطه، انا شو الخطه اللي بدي اعملها، شو الاطعمه اللي بدي اشتريها بحضرها. اول اسبوع بحاول اتخلص من السكر، بدله بسكريات طبيعيه مثل ما قلنا، نظم اوقات الاطعمه الوجبات. الاسبوع الثاني بقى ببلش الجد، ببلش انه النظام الغذائي الصحي اللي هو على الفطور هيك، على الغداء هيك، على العشاء. هون بيكون الجسم بلش يتعود شوي شوي. صح. هلا مثلا رح احذر شو، الناس بشكل عام بتبقى فتره طويله بالشغل، فلما بتبقى فتره طويله بالشغل بتعتمد على وجبه واحده. كمان اللي من الصبح للمساء ما ناكل غير وجبه واحده، فاكيد هالوجبه حتكون كبيره واكثر من ما بتهضم معدته. لهيك كمان لازم نعتمد نظام 6 وجبات، هي 3 وجبات اساسيه، هي فطور غدا عشاء، ولو شغلات كثير بسيطه، ولو كنا نحن بالشغل، و3 سناكات اللي هنا ممكن قطعه فواكه، ممكن مكسرات، ممكن اي شيء. بس هيدا التقسيم بالوجبات كثير بيعطي فرق بحياتنا ونظام حياتنا. نور خلينا نركز اكثر على موضوع سرطان الثدي. اليوم معروف انه بعد سن ال40 ببلش هذا المرض، بيكون موجود، ممكن احنا نكتشفه بعد سن ال40. في اطعمه احنا مفروض انه نبعد عنها نتجنبها، وهي عم تكون عامل اساسي بتسبب هذا المرض. خلينا نحكي عن هذا النظام الغذائي ما بدنا نقول الخطير اللي بيسبب او بيساهم بظهور المرض. هلا انا بدي بس اقول يعني هي وجهه نظري. سن الكشف المبكر لسرطان الثدي انا برايي ببلش من ال30. عم ببلش هلا صار عم يتغير كل شيء حوالينا يعني، في اشياء عم ينضاف لها هرمونات لحتى تصير بسرعه، هذا كله عم ياثر. هي المواد كلها، المواد الكيماويه عم تاثر علينا. فمن سن ال30 ببلش لازم الصبيه انها تهتم بهذا الشيء يعني. نحن شهر اكتوبر هو البريست كانسر اويرنس مانث، هو شهر التوعيه لسرطان الثدي. فانا بوجه رساله لكل صبيه بلشت ب30 يعني، ما تقول ما تتجاهل هذا الموضوع لانه نحن معرضين لاي شيء بالحياه. لا لا شوف بسن اكثر صحيح يعني، ما نخاف لانه يعني نحن عم نفاول على حالنا، لا ابدا، هو نحن وقايه وحمايه لنا. هلا كل شيء مقليات اكيد هي خطره لصحتنا على جميع الاصعده، ككانسر او اي نوع من الامراض. هيدي الماده اللي بتتشكل لما نحن مثلا بنقلي بطاطا مقليه، فلما بتنحرق او بتلتدع
فيها هيك طعمة كرملة. هي الطعمة، هيدا اللون الأسود اللي بتشكل على أي نوع من المقليات، إن كان جاج أو الوجبات السريعة. تماماً. هيدا اسمها مادة الأكريلاميد. هاي المادة هي سامة جداً وبتسرع بإفراز الخيار أو تسرع الخلايا، تكاثر الخلايا السرطانية. فهي المادة كتير سيئة إذا نحن تناولنا مقليات، فاست فود، كمان السكريات. كمان هي بتزيد نسبة الدهون، وخصوصاً بالمنطقة عند السيدات، منطقة أسفل البطن. هي المنطقة تراكم الدهون بمنطقة أسفل البطن أو الزنارية اللي بيتراكم بأسفل البطن حوالين السيدات، حتى عند الرجال، هي خطرة جداً، لأنه بتعمل دهون حشوية. وهي الدهون الحشوية مع الأيام إما بتعمل أمراض قلبية، دهون ترايغليسرايد، شحوم ثلاثية مرتفعة جداً، أو بتعمل مشاكل هرمونية عند السيدات. والمشاكل الهرمونية عند السيدات مترافقة أو مرتبطة ارتباط كتير وثيق بزيادة الوزن. كل ما زاد الوزن كل ما زاد خطر الإصابة بالأمراض الهرمونية. صحيح. اضطرابات بالدورة الشهرية، مشاكل هرمونية، إفراز الحليب بكميات كبيرة خصوصا عند الصبايا اللي عم نلاحظها بالفترة الأخيرة. هذا الشيء كلياته بيأثر للإصابة بسرطان الثدي. صح. غير الأشياء الجينيتيك اللي هي أصلا وراثية، كمان عنا البيبسي يعني علامات تجارية. نحن بنقول المشروبات الغازية كمان هي نسبة السكريات والمحليات اللي فيها جدا عالية. حتى اللي بيقولوا إنه نحن عم ناخذ مثلا كولا دايت إنه ما فيها سكر، صح ما فيها سكر، بس فيها نسبة جدا عالية من المحليات الصناعية اللي بتخليكي بعد فترة، يعني بعد فترة كتير بسيطة ترجع الشخص يجوع. لما نحن بنجوع بدنا نرجع ناكل، فنحن بدنا نسمن، فنحن عم نضحك على حالنا فعليا. صح. انه نحن عم نضحك على حالنا، عم ناخد شيء صحي ما فيه كالوري سعرات حرارية ولا سكر، بس عم نضر حالنا بمجالات تانية. التدخين من أسوأ العادات اللي ممكن تساعد بسرطان الثدي. ما عجبون الحكي الصباحي. لا أنا ما بدخن. لا أنا مبسوطة. أو الأرجيلة. هلا أنا إحنا بالنهاية في ناس كثير بتدخن وبتأرجل، ما بيصير معها شيء. في كثير هي أساسا جينات أساسا في المهيئة عند الأشخاص. نحن نقول لأنه حسب الدراسات الأخيرة دكتورة نور، ستايل الحياة لأنه مختلف. صح. يعني ما كنا نشوف أهلينا وجدادنا، لأنه حتى مناخ المدينة كله بيلعب دور. قبل كنا نشوف نسبة الأرياف كانت أوسع، الحياة الهواء نظيف. صح. كله بيساهم، حتى الأكل كله جزئيا بيساهم بانتشار هيدا السرطان. ومنا النظام الغذائي هي جزء كتير مهم لازم نحكي عنه. خلينا نحكي عن الأغذية المناسبة. خليني قبل بس نوه على شغلة. في عالم بيقولوا أنه هدول فواكه أورغانيك. يعني أورغانيك يعني هن معمولين ببيئة صحية 100%، بس نحن ما بنعرف. هي صح ما فيها هرمون، الهرمون هو اللي بيضر. صحيح. بس الـ FDA اللي هي مثل ما بيقولوا الصحة يعني الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية للدواء وهيك، أثبتت أو سمحت ب 20 نوع من المبيدات الحشرية فقط. صحيح. تمام. فهي المبيدات الحشرية أصلاً يعني ما نقول إذا هي أورغانيك يعني نحن جيدة لصحتنا. صح ما فيها هرمون، في مبيدات حشرية، فيها بريزرفاتيف اللي هي الحافظات الغذائية. هذا كمان مضر. كمان الدجاج أوقات نشوف الدجاج كتير كبيرة، هي كمان محقونة هرمون طبعاً. كمان هذا الشيء بيأثر على صحتنا وبيسرع. إذا كان عندنا أمل يعني فرصة كتير بسيطة إنه يصير معنا أي مرض، فنحن عم نكسر هذا الشيء بنوع الأطعمة. هي المشكلة يعني نحن حكينا كل هدول العناصر لأنه تساهم، وبالأساس ما فيك تضبطيها. صح. يعني كلياتها هي بيئة أساسا مهيئة، لأنه نحن عم نحكي عن الزراعة عن الأكل، كلياته نحن بيركض ورا الشيء التجاري، المكسب المالي، المكسب الصحي. نحن اللي عم نحاول خلال شهر أكتوبر الوردي نعمل رسالة توعية عبر وسائلنا الإعلامية. بس خلينا نحكي عن النظام الغذائي اللي له أثر إيجابي. يعني في كثير من الأطعمة هي أساسا بتساهم بتسرع. يعني نحن نقول بدل ما ياخذ الموضوع 20 سنة، لا بيصغر، بيصير خلال 5 سنوات ممكن يصاب هيدا الشخص. شو هو النظام الغذائي ضمن الامكانيات الماديه؟ يعني كمان الغلاء المعيشي اللي احنا عايشينه بيلعب دور. بده يروح ياخذ لحمه من وين ما كان لانه ارخص من اللحمه اللي انا فيني اشتريها. يعني فبدنا نعمل هيك بعض التفاصيل نحكي عن النظام الغذائي اللي قادرين اساسا نحن عليه. هو الحل الوسطي والكنترول، مثل ما قلنا انه الواحد يعمل كنترول على كل شيء بيتناوله بكميات معينه. يعني ما فينا نحن كل يوم ناخذ دجاج بالنهايه لانه نحن عم يضرنا هذا الشيء. هلا لا يصلح العطار ما افسده الدهر. اذا في شيء حيصير بجسمنا وخلص بتاكل جسمنا بشكل كامل،
ما في شيء لا دواء ولا في أطعمة حتعالج الموضوع. نحن بنعلي المناعة عن طريق هاي الأطعمة، يعني أطعمة تحارب الإصابة بسرطان الثدي مثل البصل والثوم. البصل والثوم فيهم أنتي أوكسيدنت، مضادات أكسدة جدا عالية، فيها مادة الألستين اللي هي الآليسين اللي هي هي المادة كتير بتعطي طاقة وبتعطي مناعة قوية للجسم. سبق وحكينا عنها بفترة الكورونا كمان. هلا برجع للأسف في ناس ما بتاكل لا بصل ولا ثوم، هلا شو نسبتهم يعني نسبة الفائدة اللي فيهم والوقاية الكبيرة جدا عالية. صح، بس في ناس مثلا بتتحسس، الأشخاص اللي عندهم مشاكل هضمية وقولون عصبي يمكن كثير ينأذوا منهم، بس نحن في عندنا مصادر ثانية بدائل. في عندنا بدائل، يعني إذا ما أخذنا بصل وثوم ممكن ناخذ الكركم، تمرك. الكركم فيه فوائد رائعة جدا جدا جدا، بيرفع مناعة الجسم، بيرفع عملية الأيض. أهم شيء مو غالي الكركم، تماما. بيرفع عملية الأيض اللي هو ميتابوليزم تبع الجسم، وحرق الدهون بتصير بتتسرع عن طريق الكركم إذا ربطناه مع الفلفل الأسود. كيف يعني كيف اليوم نحن قادرين نربط الفلفل مع الكركم؟ نحن بنعرف الكركم يعني فوائده كتير حتى للبشرة، لكل شيء يعني. بأي مشروب إذا حطينا فيه كركم نحط ذرة فلفل أسود، لأنه هدول الذرات بيرتبطوا مع بعض. أبيض أو أسود؟ نفس الشيء، هو الفلفل بس هو الأسود بيعطي فعالية أكثر. لما نحن بنحط ذرة فلفل أسود مع الكركم فهذا بترتبط الجزيئات مع بعضها بتعطي الفعالية أكبر. بيعلي حرق الجسم بنفس الوقت بيعطي مناعة أكبر. يعني أنا المشروبات الصباحية أي مشروب فيه زنجبيل وقرفة وكركم هو جدا رائع، بينظف الجسم، بيعمل ديتوكس للجسم وبيعطي مناعة عالية. حتى المساء لما نحن بنتناوله كمان هذا المشروب بيعمل ريلاكس، بيهدي الجسم، فبيخلي عنا نوم عميق أكثر. بس كمان كترته ما بتضر يعني، في ناس بتعتبره انه هو احد اساليب مثلا تنزيل الوزن او ضبط الشهية. لا لا، هو ما بنحكي نحن على تنزيل الوزن، لانه ما في صبايا كثير بيروحوا لموضوع الزنجبيل والكركم والفلفل كرمال انه يعملوا حمية او شيء، بس الكتره كمان يعني ما انا صح. هلا قلنا الاعتدال هو كل شيء. الاشخاص اللي بيعانوا من امراض ما فيهم يتناولوا هذا الزنجبيل اصلا بكميه كثير كبيره، يعني اثر بسيط باي مشروب، لانه بيرفع دقات القلب، بيعمل تسرب دقات القلب. هلا فيني كمان نوه على الرمان، كل شيء لونه احمر فهو مثل لون الدم، فهو بيقوي الدم وبنفس الوقت فيه انتي اوكسيدنت كثير عادي. تماما. الرمان والتوت السخنه، هلا الزنجبيل هدول قصص كثير هلا مع بدايه الشتاء. صح، هلا بتصير بنطلبهم بالشتاء اكثر من الصيف. بس بدي نوه على حب الديس. حب الديس هو أكثر شيء متوفر بساحل بالريف، الريف اللاذقية وساحل السوري. حب الديس هو نفس التوت البري، لما بيكون أحمر هو بيكون فوائده أكثر، كل ما كان حامض أكثر كل ما عليت فيه نسبة الأنتي أوكسيدنت المضادات الأكسدة بالجسم. إذا تناولنا إن كان كمشروب منقوع الوراء تبعه أو إذا تناولنا عن طريق المخللات وهالأشياء. هلا كمان عنا التفاح الأخضر، كمان جدا مهم لمحاربة سرطان الثدي. ما فينا ننسى كمان الأسماك الدهنية. الأسماك الدهنية هلا ما بعرف إنه هي موجودة الأنواع بسوريا فعليا، بس هي كمان بتحارب كمان سرطان الثدي. البقوليات، الحمص، العدس، الفول، هدول بيحتوي على فيتامينات عالية، فيتامين بي اللي بيرفع نسبة الحديد بالجسم. هلا السرطان الثدي بدنا ننوه على البي ستة هو اللي أكثر شيء مطلوب بهي المرحلة، إن كان فترة العلاج أو ما قبل العلاج. هلا فترة ما قبل الإصابة، فترة ما قبل الإصابة هدول الأطعمة ممكن تساعدنا. لازم نزيد من الألياف ونزيد من الحبوب الكاملة ونزيد من البقوليات إذا كان إذا كانت سيدة غير مصابة. أما إذا كانت سيدة مصابة ما فينا ناخذ الياف كثير لانه بيعمل لها اسهال. صحيح. انا ما فيني اعطيها ادويه لتوقف الاسهال، وما فيني اعطيها كمان خضار زايده كمان تعمل لها اسهال، وما فيني اعطيها فواكه زايده، لانه الفواكه انا بقدر اخذ اكثر. اهم ثلاث انواع للفواكه للسيدات المصابات بسرطان الثدي هو الموز والتفاح والانجاص. هدول ثلاث انواع فاكهه بعد الإصابة بالسرطان. أما قبل نحن مسموح كل شيء، بس بعد بدنا نحافظ على الحركة المعوية، لأنه الكيموثيرابي لما نحن بنتعرض لأشعة بالعلاج الإشعاعي أو الكيماوي بتأذي الحركة المعوية، وبنفس الوقت كمان بتأذي الحلق. فمو أي نوع أكل ممكن
فينا نتناوله. السيدة الطبيعية ممكن تتناول من 3 إلى 5 حصص من الكالسيوم، ثلاث حصص كالسيوم او ثلاث يونس كالسيوم باليوم. اما السيده اللي مصابه بالسرطان لازم توصل للخمسه، لانه السيدات معرضين لينصابوا بهشاشه العظام بعد سن ال40. صح، هشاشه العظام بحاجه نتناول كالسيوم، فيتامين دي، لانه اثنيناتهم بيكملوا بعضهم. كمان نحن لازم نرفع عمليه الايض، يعني الاستقلاب الجسم وحرق الدهون، لحتى ما يتراكم الدهون باسفل البطن ويصير ونصير معرضين اكثر للاصابه بسرطان الثدي. نرجع بنقول هي شغله اعتدال، واليوم اي صبيه مصابه بهذا المرض هي مفروض لرعايه طبيه. ومثل ما حكينا دكتور بنصائح سريعه، وقد اليوم دور الفيتامينات مهم اليوم، اذا نحن ما قادرين ناخذها طبيعيا فينا نروح للشيء الدوائي؟ طبعا 100%، لان احنا بعمر معين قبل انقطاع الدوره الشهريه او سن الامل نحن بنحاول قدر الامكان انه نتناوله عن طريق الاطعمه الغذائيه، بس بعد عمر معين ما في شيء بقى بيصلح الموضوع. اكيد نحن بنلجا للسبلمنتس. بعد ال40 لازم نتناول الاوميجا 3 اللي ممكن نحصل عليها، اذا ما بدنا سبلمنتس ممكن نحصل عليها من بذور الشيا، من بذر الكتان، من الاسماك. كمان لازم ما ننسى الكالسيوم. الاثنين لما نحن بنتناول فيتامين د لازم نتناول معه كالسيوم، اذا مو جرعات يوميه هي جرعات شهريه، وحتى اذا كان عندنا نقص هي بدي نوه عليها لانه كثير ناس بتغلط فيها. اذا كان عندي نقص بفيتامين د انا لازم مو بس اني اتناولها بالفتره العلاجيه، بس هلا في ناس بتعوز فيتامين د عند الكل للأسف. تماما، بس بسبب نمط الحياه الخاطئ، يعني لازم اتناولها مو بس علاجي، يصير وقائي، وخصوصا للسيدات انه كل شهر ارجع ضل عم باخذ جرعه احتياطيه. الكالسيوم مثل ما قلنا اللي بيساعد على امتصاص الفيتامين د، والدال بيثبت الكالسيوم، والكالسيوم بيثبت الدال بالعظم. كمان نحاول من 3 إلى 5 مرات بالاسبوع اذا ما عندنا وقت، ولو نمشي بالبيت نص ساعه متواصله. الوجبات نقسمها بطريقه صح، 6 وجبات، واهم شيء ما ننسى شرب المي، ونبعد عن كل شيء بهارات، مقليات، معلبات، وفاست فود، ونبعد على الستريس. عن كل شيء الستريس هي اهم عامل. كل هذا ما بيتطبق الا اذا كان في شويه رواء. اكيد الدكتوره نور ما نستري، بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى الطاقه الحلوه اللي دائما بتمنحيها لصباحنا. شكرا لكم وميرسي لاستضافتكم. بدي اقول انه وعيك هو شفائك، وعيك هو قوتك. كل ما سرعتي بالفحص المبكر عن سرطان الثدي كل ما حفظتي صحتك وصحه عائلتك. أكيد دكتورة، شكرا لحضورك وصباحك صحة وسلامة على طول. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل من عالم الصحة وعالم الغذاء لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير نور، صباح الخير رشا. مشاهدين موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. اهلا بكم. احضر السيد الرئيس بشار الاسد والسيده اسماء الاسد مباراتين بكره السله ضمن منافسات اليوم الثاني لدوره العاب جريح وطن البارلمبيه الثانيه المقامه في دمشق. وقال الرئيس الاسد: كنا نشاهد المباراه الحماسيه بكل حماسه وبكل فخر في كل واحد فيكم وبكل اعجاب بالمستوى التقني الرياضي الذي وصلتموه، وكنا نراقبكم ونحن نشعر فعلا بالفخر وبالسعاده، وراينا بشكل واضح ماذا تعني كلمة جريح قادر ومتمكن. نعرف أن برنامج جريح وطن يهدف للوصول إلى جريحنا قادرا ومتمكن. عم الإضراب العام في القدس المحتلة ومحافظات الضفة الغربية احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، ودعما لمخيم شعفاط وبلدة عناتة اللذين أعلنا العصيان المدني الشامل في مواجهة العقاب الجماعي والحصار الذي يفرضه الاحتلال اليوم الخامس على التوالي. وكان أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة قد أعلنوا الليلة الماضية العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال، بما يشمل إغلاق المدارس والمحال التجارية ومنع السير بالمركبات بعد الساعة 10 مساء إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.
إلى ذلك تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وعدة مناطق بالضفة الغربية، ما أدى إلى ارتقاء طفل رضيع بعد اختناقه بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون على أهمية الاتفاقية التي أنجزت في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وخلال لقائه وفدا من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيبة نسرين الأشقر في قصر بعبدة، قال الرئيس عون: سيتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها، إلا أنها تبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي. وفي خبرنا الأخير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب سيطبع النقود كما فعل في السنوات الماضية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وجاء ذلك خلال كلمة في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، حيث صرح الرئيس الروسي بأنه من الواضح كيف سيتم حل مشكلات الأسعار إذا ما ارتفعت، وقد مررنا بذلك فيما يتعلق بمجموعات السلع الأخرى، فهم يطبعون النقود فقط، هذا كل شيء. ختام الموجز، والآن عودة إليك نور. شكرا لك شيرين. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الطبية ولموضوع عم نحكي عنه خلال رحلاتنا الصباحية بشكل مستمر، خصوصا خلال الشهر الوردي. أكيد أكيد نور، كلنا بفقرتنا الأولى عم نحكي عن النظام والحمية الغذائية المناسبة لكل أنثى ممكن تتعرض للإصابة بسرطان الثدي، وبعدنا مكملين ضمن فقرتنا الثانية ضمن التوعية. دراسات الصحة العالمية أثبتت أنه من بين كل 12 أنثى عم بيكون في عنا أنثى تصاب بمرض سرطان الثدي، وهي نسبة أبدا ما قليلة. لو قد ايه مهم نعرف نحن أهم الأعراض والمؤشرات اللي بتدل على ظهور سرطان الثدي عند الأنثى، وشو هي أهم الإجراءات اللي ممكن تكون وقائية قبل الإصابة. أكيد ضيفنا لليوم الدكتور نوري المدرس، رئيس الجمعية السورية للأورام ومدير المجمع الأكرم للهلال الأحمر. سعد صباحك دكتور، وصباحك صحة، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. عم نحاول يمكن خلال رحلتنا الصباحية وعبر جميع وسائل الإعلام نعمل رسالة توعية قديش مهم اليوم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لكن خلينا نحكي بالبداية لكل الصبايا والسيدات، بتقول لك أنه أنا لو كشفت كل شهر كل 6 شهور هل هناك أعراض؟ يعني أنا بعتقد أنه هو مرض صامت للأسف عم يتم اكتشافه لما يكون السيدة أو الصبية مصابة بمرحلة ثانية مش بالمراحل الأولى. هذا الشيء اللي بدنا نحاول دائما نورجي انه في عندنا الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو خير وقايه، وفي تشخيص. لا في تشخيص، التشخيص مثل ما قلتي انه وقت اللي بنلاقي اي كتله بنشخصها يا بالماموغرافي يا بالخزعه يا بالايكو، بينما الكشف المبكر عن سرطان الثدي وهي يعني الهدف تبع حملتنا انه تجي السيده بدون اي اعراض، لا شافت كتله، لا شافت احمرار، لا شافت انسحاب حلمة، لا شافت نزح حلمة، ست طبيعية تماما سريريا، بنساوي لها صور بوقت محدد. هلا لانه سرطان الثدي مثل ما بتعرفوا انه ما في له وقاية، يعني ما فينا انه ناخذ لقاح او ناخذ اي شيء انه نقي من سرطان الثدي. سرطان الثدي الوقاية الوحيدة له هي كشفه المبكر. صحيح. لانه كشف المبكر انه اذا كشفنا كتلة صغيرة أقل من 1 سنتيمتر بدون أي انتقالات لا للقبط لا للرئة لا للكبد، فنسبة الشفاء تبعها 95%. بس ما استنينا شوي صغيرة وصار في عنا أكثر من 3 سنتي، بين 2 ل 3 سنتي، وصار في انتقالات، نزلت النسبة تبع الشفاء لحوالي 45%. فيعني بتحسوا أنه في فرق كثير كبير. صحيح. بين الانذار، هذا بسموه الانذار، بين 95% وبين 40%. لذلك نحن هلا الحمله تبعيتنا، هلا اذا بتحبوا نرجع على الحمله، الحمله الشهر الوردي هو شهر
الوقاية من سرطان الثدي. هلأ بديت دائما نحن الجمعية تبعيتنا اشتغلت من 2006 بديت بهالموضوع واشتغلت فيه على مستويين. المستوى الأول هو التوعية، لأنه مثل ما بتعرفوا قبل 2006 في كثير من السيدات ما بيحكوا اسمه خوفاً من أنه ينصاب، بيقولوا لك أنه هداك المرض صحيح أي المهجور ما بعرف شو. هلأ صار في عنا أنه في ناس كثير صاروا يحكوا في كثير من الأوقات قبل 2006 أنه تنصاب السيدة ويكبر عندها الكتلة وتخاف أو تخجل أو يصير في عندها هذا أنه ما بدها تحكي للعالم وما تروح، فنلاقي أنه الكتلة عم تكبر وحتى أيام كثير بتساوي انتقالات وبتنزل برا، هذاك الوقت بتروح. نحن كان دورنا أول كل وعن طريقكم وعن طريق كل الجمعيات اللي بنقدر نوصل فيها للسيدة. هلأ عندكم أنتوا عم توصلوا لبيت كل سيدة وتقولوا لها أنه المفروض تعرف شو هو سرطان الثدي وتعرف أنه في له شفاء إذا كشفته بشكل باكر، وممكن أنه هلأ المحور الثاني أنه نسوي فحص مجاني لكل السيدات. فنحن مثل ما قلت لكم قبل شوي قبل الهواء أو فوق الهواء أنه نحن عم نساوي كنا نساوي من 2006 نساويها مرتين بالسنة. المرة الأولى على عيد الأم نساوي هدية لكل السيدات اللي الأمهات أنه نساوي لهم فحص مجاني بالماموغرافي، واليوم الثاني أو المرة الثانية بالسنة بيكون بشهر تشرين. من السنة الماضية سوينا لأنه كان في كورونا وصار في خفنا أنه نجيب كل السيدات بشهر واحد ويجي ويصير في خوفاً من أنه عدوى بالكورونا، فسوينا على مدار السنة كلها. هلأ بالهلال الأحمر عم نساوي كل السنة كل بعض الظهر يومياً بنساوي بين 3 إلى 5 مريضات بدون أي أعراض، هي منرجع عليها أنه بدون أي أعراض. كل سيدة تتجاوز 40 سنة، يمكن ما في كثير بتجاوزوا 40 سنة، ما هي كلهم بعد 40 بيرجعوا لورا بسبب ضغوط الحياة دكتور وبسبب الظروف أكيد اللي عم نعيشها. هلأ كل سيدة بال40 سنة بحق لها بالنسبة للهلال أنه تجي وتصور ماموغرافي مجاني. هلا كل سنتين يكفي انه نساوي ماموغرافي واحد، ما عدا بعض اشخاص اللي بسموهم السيدات ذات الخطر العالي. سيده ذات خطر عالي هي الست اللي بيكون في عندها بالعائله، يعني امها خالتها، يعني من طرف الام اكثر من طرف الاب، بس كمان الاب يعني العمه بتعطي بس بشكل اقل. هلأ السيدات اللي عندها العمة والخالة هدول بيكون سيدات ذات خطر عالي جدا، فهدول منساوي لهم إياه كل سنة. وحتى إذا كانت أمها اللي كانت منصاب معها نحن بنبدأ بنفحصها قبل 10 سنوات من الوقت اللي صار مع أمها، يعني صار مثلا بال50 مع الأم من بالبداية 40 نحن منساوي لها. هي الوراثة، في عندك التغذية، في عندك الهرمونات. هون عم نحكي أسباب دكتور. نحن بالفقرة قبل حضرتك كان معنا أخصائية أكيد وحكينا بموضوع التغذية والحمية الغذائية وقديه اليوم مهمة بتصوير هذا المرض أو وقائيا. خلينا نقول خلينا نحكي بأسباب تانية، ذكرت الهرمون، ذكرت وراثيا. هلأ دائما دراسات بتقلك أنه النفسية أكيد كمان تلعب دور كتير كبير بهذا الموضوع. طبياً شو رأيك حكيم؟ هلأ نحن منقول بشكل عام السرطان الثدي أو أي سرطان يعتمد على سببين. السبب الأول هو السبب الجيني أو الوراثي، يعني في بالجينات في عطب معين، هالعطب بيزيد من نسبة حدوث سرطان الثدي، بس مو يعني لا يجب أنه يصير، إنما بيزداد النسبة أنه تنصاب سرطان الثدي. هلأ في البيئة أنتوا حكيتوها هلأ على التغذية، نحن بنحكي على الهرمونات. الهرمونات شغلة كتير مهمة، ومثل ما هلأ صارين عم نسمع أنه في الناس اللي حابين يجيبوا طفل يعني
الحمل المساعد، يعني انه ياخذوا او سموها حمل طفل الانبوب. فطفل الانبوب بيصير في نوع من اغراق هرموني مشان انه يصير في عده بيضات وينقطفوا ويصير في التلقيح برا وبعدين جوات الرحم. هذا ايام كثير في سيدات من لا من اول ولا من ثاني مره بيصير، فصار في عندها نوع من اغراق هرموني لفتره قريبه، ممكن كثير نوع من انواع سرطان الثدي بيكون بتاثر بالهرمونات ويصير في عندها سرطان ثدي. الشغله الثالثه ايام كثير انه بيصير في عند السيده نفسها انه البلوغ بيكون باكر وسن الانقطاع الدوره بيكون متاخر، ففي فتره بتكون كثير كبيره جسمها عمال يتاثر بالهرمونات اللي هي مثلا في شغله بديت من 4-5 سنين وبعدين هلا يعني التغيت، كان في السيدات اللي وصلوا لمرحله سن الحكمه بسموها او سن انقطاع الدوره بيحبوا انهم يضلوا بنفس الترتيب تبع قبل الدوره، لذلك بياخذوا شيء اسمه المعالجه المعاوضه، انه بياخذوا هرمونات مشان تعدل الهرمونات اللي نقصت بسبب انقطاع الدوره. هذا كثير بيأذي، وممكن اذا كان عنده استعداد او عنده نوع من انواع السرطانات التي تتاثر، لانه سرطان الثدي ومو سرطان واحد، هو حوالي 40 نوع سرطان. في نوع بتأثر بالهرمونات، في نوع ما بتأثر بالهرمونات، في نوع ما بتأثر بشيء ابدا اللي بسموه هذا الثلاثي السلبي، وهذا كثير من اخطر الانواع. لذلك انه سرطان الثدي مفروض يكون في له دراسه، ودراسه كثير جيده، لانه الهرمونات ممكن تأثر. شغله كثير هلا صار عم نحكي فيها انه الأشعة اللي عم تتاخذ لسيدة، فرضا سيدة كانت صغيرة وصار معها ليمفوما، الليمفوما بيعطوها من المعالجات بيعطوا أشعة على منطقة الثدي، يعني انه في العقد اللي بالمنصب هي قريبة كثير من محل الثدي، وقت اللي بتاخذ معالجة شعاعية لهالمنطقة صارت هي سيدة ذات خطر عالي وقت تكبر. لذلك كل هدول نحن بنحطها في بالنا وقت اللي بدنا نساوي الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني نحن بنقول بشكل عام انه من بعد الأربعين بكثر سرطان الثدي، لذلك انه بنقول كل السيدات بعد الأربعين يجب على الاقل تساوي ماموغرافي واحد. بعدين بنشوف اذا ردنا انه نساوي لها، اذا كانت سيده ذات خطر عالي بنساوي لها كل سنه. صحيح. اذا كانت سيده عاديه وما في عندها اي عوامل بتزيد من سرطان الثدي بنساوي لها كل سنتين، لانه كمان ما لازم نزيد من كميه الاشعه اللي عم تتاخذ بالماموغرافي. هلا صار في كثير ناس عم يحكوا باوروبا وهون انه ممكن نبدا مع السيدات الصغار، يعني اللي بين ال 30 وال 50، انه هدول نبدا معهم بالايكوغرافي وليس بالماموغرافي. الايكوغرافي هو عباره عن فحص بالامواج فوق صوتيه اللي ما في له اي تاثيرات تراكميه، بينما ببين حكيم هون اذا في اي مؤشر للدم. برافو عليك. هلا نحن بنبدا فيها، هلا اذا لقينا انه ما عطتنا الاجابه الكافيه بنجبر نسوي ماموغرافي، بس دائما لازم نحط في بالنا انه نخفف من كميه الاشعه عن طريق الماموغرافي. هلا بالعالم لقوا انه الماموغرافي له دور كثير كبير، فصار هلا يجيبوا اجهزه بسموها ثلاثيه الابعاد للماموغرافي، وكميه الاشعه هي ديجيتال بسموها الايكوغرافي، كميه الاشعه اللي عندك كثير كثير قليله وبتساوي مقاطع الثدي، هي بنقدر نساويها. هلا بالعالم كلهم صاروا كمان عمال يحكوا عن الرنين المغناطيسي، فصار الرنين المغناطيسي بمرحلة من المراحل بيحل الأمور اللي يعني ما انشافت لا بالإيكو ولا بالمامو، وممكن أيام كثير للناس اللي بتأثروا بالأشعة أنه نبدأ بالمامو بالرنين المغناطيسي ونساوي لهم إياها الصور، وممكن حتى الكشف المبكر
عن سرطان الثدي يكون بالرنين المغناطيسي في بعض الأوقات. طيب دكتور، أشرت لنقطة كثير مهمة ببداية حديثك، أنه لما يتم الكشف المبكر هي أهم نقطة. لما تكون الكتلة أقل من 1 سنتي ممكن يتم عملية العلاج والشفاء بشكل 95%. خلينا نحكي عن الكشف المبكر، وإذا اكتشفنا قديش فعلياً مراحل العلاج اللي بتمر فيها الصبية والسيدة وقديش نسبة الشفاء. خلينا نطمن كل الصبايا والسيدات، لأنه يمكن قد ما تطور العلم بعدها بتكون هي الرهبة وهذا الخوف لما نقول سرطان، هذاك المرض مرتبط دائماً بالحياة، يعني نقول يا حياة يا موت، يعني هي دائما مربوطه بالذاكره. فخلينا نطمن الصبايا والسيدات من خلال شاشتنا انه العلاج بمرحله مبكره ممكن يؤدي للشفاء الكامل. هلا انا سامحيني بدي احكي شغلي، انه لا ترتبط بالحياه. هذا الفكره القديمه. لذلك هلا نحن هيك قلت لك، هو معتقد يعني انه نحن بواحد سنتيمتر بدون اي انتقالات يعتبر مرض مثل بقية الأمراض وشافي ل 95%. فالمرض الشافي لأكثر من 95% يعتبر مرض عادي، يعني سليم. هلأ نحن وقت اللي بنحكي أنه صار المرحلة الرابعة اللي هي أكثر من 3 سنتي الكتلة مع انتقالات للعقد تحت الأبط ولا الرئتين والكبد وحتى أوعية الدماغ، هذا صار مرحلة حياة وموت مثل ما قلتي، لأنه صار في الورم أو الكتلة ما بقيت محلية، صارت معممة بالجسم كله. لذلك نحن بنرجع بنقول دائما أنه أفضل شيء وأكثر وقاية للإصابة بالسرطان الثدي هو كشفه باكرا. كشف الباكر وهالشيء لازم يعني يشمل كل الأنواع الأورام. صحيح. يعني هلأ نحن عنا بالهلال الأحمر عم نساوي ابتداء من الشهر الجاي إن شاء الله بنساوي 3 أورام بنفس الوقت كشف مبكر، اللي هو ثدي وعنق الرحم والبروستات عند الرجال، عن طريق فحص لكل وحدة منهم ممكن أنه يعطينا فكرة أنه هالشخص ما في عنده ولا في عنده ببدايته ونقدر منعالجه. فكل شيء نحن بنساويه انه كشف مبكر يعتبر خطوه كثير كبيره للشفاء، والشفاء الشبه كامل يعني لكل الاورام. اليوم عم نحكي بشكل عام دكتور. عم نحكي بشكل عام، بس هلا ما دام نحن بالشهر الوردي نحكي على السر دكتور. بس هيك سريعا كرمال ركز اكثر على الجمعيه السوريه للاورام، اليوم ما في حملات وفي نشاطات، خلينا نعرف وين عنوان المركز، واليوم اي صبي اليوم حابه انها تتوجه لعندكم شو الطريقه؟ هلا الجمعية السورية لأمراض الثدي في عندها مبدئيا عدة مراكز. صحيح. بس عدة مراكز ما أنا على طول عم تشتغل. الشغلة الوحيدة اللي صار هو مثل اتفاقية بين الهلال الأحمر الأكرم وبين الجمعية السورية، لأنه أنا بشتغل بالتنتين يعني، فلذلك قدرنا نساوي تمويل بالهلال الأحمر الأكرم اللي بآخر أوتوستراد المزه، أنه نساويه بشكل دائم طول السنة. يعني ما بقى بدنا نساوي شهر وردي، نساوي سنة وردية. صحيح. وحتى عمر كامل وردي. نحن هلا سوينا تمويل معين أنه كل سيدة بتجي بعد الأربعين بحق لها مرة كل سنتين، إذا ما كانت ذات خطر عالي. إذا كانت ذات خطر عالي نساوي لها كل سنة مرة. هلأ نساوي لها الماموغرافي مجانا مع فحص ومع منساوي يعني جايب في عنا مثل استمارة، وهالاستمارة مترجمة عن مراكز عالمية، انه اول كنا نساوي لها فحص سريري بعدين نشوف اذا كان في عندها هي سيدة ذات خطر عالي، اما خالتها هي الى اخره، ومنساوي التصنيف اللي هو عالمي اللي اسمه بايراد. هلا اذا كان 1 و2 بايراد معناتها سليمه 100% وخليها تجي بعد سنتين. هلا اذا لقينا بايراد 3 هذا معناتها انه في عندها امكانيه من يعني اشتباه خبز اقل من 3%، هي بنساوي لها فورا ايكوغرافي مع الماموغرافي مجانا كمان. اذا لقينا اي كتله مشتبهه بنساوي لها خزعه كمان مجانية. هذا بيعود بيصير في عنا بهالتصنيف
يا انه بنرجعها نشوفها كل سنه، يا بنقول لها تعي كل سنتين، مشان او انه بنلاقي شغله. ومثل ما قلت لكم قبل شوي انه من الكشف المبكر عالميا، وهون عمال يطلع تقريبا 1% من سيدي ما في عندها اي اعراض، طلع لك كتله صغيره مشتبهه، وممكن اذا اخذنا خزعه موجهه انه تطلع ادينوكارسينوم، يعني سرطان في اوله، اللي بيكون حتى هذا بسموه انسايتو بالانجليزي، انه في مكانه ومو سرطان غازي، يعني ما انتقل، ما انتشر، صحيح، ما صار غازي. فهذا استئصاله سهل جدا، والسيده بتقدر تحتفظ بالثدي تبعها، والمعالجات ما بتكون كثير قويه، والشفاء تقريبا هلا انسايتو صار 97%. اكيد بنتمنى بالختام الصحه خلاص. والسلامه لكل الناس. واكيد مثل ما بلشنا حديثنا، المهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال رسائلنا التوعويه، لازم كل صبيه او سيده تتوجه للكشف عن سرطان الثدي. شكرا كثير لك. شكرا دكتور نوري المدرس، رئيس الجمعيه السوريه للاورام ومدير مجمع الاكرم للهلال الاحمر. شكرا لكل اعضاء الجمعيه، وشكرا لهالجهود والأنشطة اللي عم تنوى. صباحك صحة وسلامة حكيمة. أهلا، يسعد صباحك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية وللحسكة، وضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري أقامت مديرية الثقافة بالحسكة ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي. التفاصيل مع مراسلنا بالحسكة أحمد الحمدوش. ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري التي تقيمها وزارة الثقافة، استضافت مديرية الثقافة في محافظة الحسكة في قاعة المعارض ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي الرابع. ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي طبعا أصبح تقليد سنوي في محافظة الحسكة، ليجمع فناني الحسكة من جميع الأجيال. طبعا وهذا يعني نحن نتقصد انه نحن نجمع جميع الاجيال في هذا الملتقى السنوي، وهذا العام اصبح يعني ضمن فعاليات ايام الفن التشكيلي السوري ضمن احتفاليه مركزيه على مستوى وزاره الثقافه. صاله المعارض حفلت باعمال 12 فنانا وفنانه من فئات عمريه مختلفه، شاركوا باعمال فنيه منوعه من مدارس عده ما بين الواقعيه والتجريديه والتشكيل الفني، وعبرت عن مواضيع وطنيه وقوميه وتراثيه ومنعكسات الواقع ورسومات البورتريه. خلال المهرجان عم نلتقي مع الجيل السابق والجيل اللاحق، فيصير التقاء حضارات فنية، بالإضافة لأني دائما نواكب التطور، نواكب توثيق اللحظة اللي هي أحيانا مثلا وضعنا بسوريا، غرق المراكب، الحرائق بالساحل، إحنا كفنانين شغلتنا توثيق اللحظة، نستفيد منها كحركة فنية للبلد اللي إحنا عايشين فيه رغم الصعوبات اللي قاعد نمر بها. فعاليات الملتقى تستمر خلال الأيام القادمة بإقامة محاضرات وندوات للفن التشكيلي والنحت ومدارسه، وتختتم بإقامة معرض لنتاج الفنانين المشاركين في ورشة الرسم. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. أما فقرتنا الجديدة هي عم نحكي فيها عن الرياضة، الرياضة اللي هي عنوان الصحة والحياة. اليوم ضيفنا بلش مسيرته الرياضية بعمر 16 سنة وتميز بتفوقه وتميزه. الرياضة ما كانت مجرد هواية لإله ولياقة بدنية أبدا، بل تدرج من خلالها بشهادات تدريبية وشارك بالعديد من البطولات، وقدر من خلال الجهد والتعب اللي اشتغل على حاله أنه يحصد المركز الثاني في بطولات الجمهورية لبناء الأجسام. ضيفنا لليوم الرياضي والمدرب إبراهيم محمد، وهو مدرب بناء أجسام. سعد صباحك كوتش. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك كوتش إبراهيم، حضرتك يعني بطل جمهورية كمان. خلينا نحكي من الرياضة، يعني أكاديمي علم اجتماع انتقلت للرياضة، كيف قدرت هيك تعمل هي المعادلة الصعبة وتأخذ فينا نقول يعني مراحل كبيرة بحياتك وبطل جمهورية لأكثر من سنة؟ يعني أنا كنت ندرس بالجامعة أول شيء، إنه مبسوطين حياة الجامعة وهيك، فتنا إنه بمجال الرياضة كانوا يعني قرايبين أبطال بالرياضة هيك، صحيح، إنه فتنا بالمجال الموضوع، وبينه وبين الدراسة يعني إنه
يعني مشان ما نروح اوقات فراغ شغلات فاضيه، فت بمجال الرياضه بلشت هيك اتعمق فيها ونعاشر ابطال ومدربين كبار باللعبه الدنيا، اخذت معلومات منهم وصلت لمراحل الحمد لله منيحه، ومع دراسه الجامعه وفقت بينه وبين الجامعه اوقات الفراغ روح اتدرب الرياضه. لخلصنا الجامعه صرنا متميزين في، يعني عملنا دورات وبطولات ونقرا كتب كوتش عم نحكي عن رياضة اليوم، أي شيء بنحبه بحياتنا إذا ما دعمناه بالشيء الصح رح نفقده، واليوم حضرتك ما اكتفيت بس أنه أنا عندي هواية بالرياضة وبناء الأجسام، فقلت بمهارات. خلينا نحكي عن الخطوات الاحترافية بحياتك الرياضية. أول شيء يعني أي عالم بفكروا أنه لعبة مثلا رياضة كمال الأجسام حصل أنه لعبة عادية، هي بالعكس لعبة منظمة جدا، وأغلب يعني دكاترة حتى لا احنا بيوصفوا له وصفة طبية لواحد نفس ما وصفنا نحن للعالم، مثلا انه النظام الغذائي يعني متكامل اللعبة، صار في خبرة قوية صار بالأصل. في خبرة ايه، بيجوا عالم مثلا نحن تروح لعند اي دكتور قلب او اي دكتور تاني بيوصف لك مثلا انه بعد عن الزيوت، بعد عن الاكلات الوجبات السريعة، بعد عن الخبز، بعد عن السكر، هي نحن كلهم يعني نظامين، يعني لعبتنا لعبة مدروسة جدا. نحن انه درسناها دراسه يعني كله محسوب على السعرات الحراريه وعلى الكربوهيدرات، على كل جسم بني ادم مؤلف من اربع شغلات، عندنا بروتين وكربوهيدرات ودهون والياف، هذول اساسيات لازم ما واحد يقطعهم. يعني كلها بدك تدرسيها، وعلى كل كيلو جسم بالجسم بدك تعرف شو قد ايه محتاج، يعني مثلا كل كيلو بده 2 جرام بروتين مثلا، هي ابسط شيء، قد ايه بده كربوهيدرات اذا بدنا ننحف جسم، قد ايه بننزل له سعرات، نرفع جسم نرفع له الكربوهيدرات. العالم اللي يعني فاتي لي عم يسمعوا نظام صيام متقطع، نظام مدري شو كذا، عم ينزلون انظمه وجبه وجبتين باليوم، بتشوفي امراض مو مدروس، امراض وتساقط شعر و100 قصه، بتلاقي الوحده مثلا انه نحفت ل 10 كيلو بشهرين تنبسط، عطت الوصفه لغيرها وجاره عطت لجاره. بس كوتش في فرق اليوم بكل حدا مختص بالاغذيه او حتى كوتش رياضه بهنن، يعني بين بعضهم ما نون متفقين بموضوع الحميه الغذائيه. تمام. يعني في ناس كثير مع الصيام المتقطع، حضرتك يعني من حديثك عرفنا انه انت ما كثير بتحبذ هذا النظام. هلا اللي صار كتراني كلمه الكوتش بالبلد، صار كل واحد طلع عضلتين صار كوتش. شوفي يعني بتفاجئ امبارح غير قناتكم، وانا نسكو اسم القناه، مطلعين عالم بعرفهم انا انه لاعبين عندي سمايل كوتش كذا، الكوتش كذا، لا شهادات لا خبرات، يعني بيجوا بيتعلموا عنا هن، انه كيف انتم مثلا عم تطلعوا هيك عالم وعم تخلوا العالم مثلا تحكي مثلا عن حميه غذائيه او شيء، يعني اذا واحد مو خبير كيف عم تخليه يحكي؟ وهي عم نشوفها بشكل كثير كبير، وشفناها بحالات ببلاد اخرى، كان في كوتش عم يدرب فنانين وعمل ازمه اساسا على السوشيال ميديا وعمل اصابات، هي للاسف شيء تجاري موجود. كان عم يجرب صحيح، كان عم يجرب فيهم. ايه بجربوا بلا، يعني على مستوى انا اجوا لعندي عالم كمان مره اذكر اسمهم، صوروا معي ونزلوا صورتي معهم، اجتني انتقادات كثير انه كيف تخلي هذا يتصور معك وانت معروف مثلا ككوتش، انا ما بعرف انه كوتش صورت معي. بتفاجئ انه كمان هو صار كله على السوشيال ميديا. صحيح، كله هي اساسا اللي بيعمل دعايه على السوشيال ميديا لهيك بيكون في اصداء كبيره. بس خلينا نحكي معك كوتش ابراهيم، لما بلشت بدايه حديثك بجمله كثير مهمه، انه بدل ما نضيع وقت الفراغ بشيء سلبي استثمرته بالرياضه على سنوات طويله، وكان له نتائج جدا مهمه، مشاركات كبيره واسعه ببطولات. خلينا نحكي عن مشاركاتك ببطوله الجمهوريه والمراكز اللي حصلتها. شاركت يعني اول شيء نحن مستويات، يعني بطوله دمشق جمهوريه درجات يعني صحيح. محافظه، اول شيء بيكون عندك رهبه اول ما تفوتي اول بطوله، فاول بطوله هيك الحمد لله اخذت اول فيها. بعدين نطلع بطوله الجمهوريه انا كمان اخذت اول مركز اول فيها، شاركت بطوله ثانيه بحلب كمان اخذت مركز ثاني فيها، كنت بدي شارك ببطوله ثالثه بس الظروف كثير صعبه عندنا الحمد لله بالبلد. حتى اذا بدك تشارك خارجا هي صعبه عليك، كثير صعبه كمصروف وتكاليف، لانه نحن ما في دعم عندنا من الاتحاد. الاتحاد ما بيدعم نحن، يعني على مستوى اذا بدك تسافري، نحن سافرنا بدك تسافري على لبنان على حسابك بدك تسافري، يعني لا بيدعموك بشيء، يعني حتى اذا بتاخذي مركز اول مثلا ما في، انه مثلا بلاد برا بتاخذي مبلغ مالي، عندنا بيعطوكي شهاده مثلا يعني، بس هي مستوى الشهاده يعني كل هذا مجهود شخصي من حضرتك. كله مجهود حسابنا، يعني تكاليفها كثير صعبه اللعبه، اذا بدك تمشي نظام غذائي
يعني كثير هالوضع الحالي كثير مكلف جدا. طيب كوتش، ليش ما في رعايه لهي الرياضه؟ يعني حضرتك اليوم عم تحكي بصعوبه اكثر من حدا خبرنا بنفس القصه، انه اليوم التكلفه الماديه كثير عاليه ونحن وما في دعم مادي من الاتحاد لهي النقطه، وقالوا لنا انه السفر كان حسابهم، الاغذيه كانت حسابهم. طيب نحن اليوم كمان يعني هي رياضه يعني ما بتقل عن كره القدم او اي لعبه ثانيه، يعني ليه ما في هذا الدعم لها؟ هلا هي رياضه، هلا ما بعرف انه مو مصنفه بالاولمبياد هيك بيحكوا، ما بعرف ليش. هلا بس عندنا بالبلد، بس عندنا هون انه ما في دعم لها. البلاد برا في دعم، لبنان بالعراق كله مدعومين وكله يعني منظم لهم، يعني بتاخذي هدايا بقيمه مبلغ مادي ممتاز، يعني بتكاليف مصروفك على القليله بيعطوك اياها. عنا لا، ما في هالموضوع، ما بعرف شو السبب من الاتحاد الرياضي من عنا. طب واللي شو اللي مخليك مكمل؟ يعني رغم كل شيء حكيته، حب للرياضة، الشغف اللي بيلعب دور جزء كبير، صارت عندي هواية ما عاد في لي اتركها بنو، والحمد لله يعني عم انجز، عم طلع اجسام، عم بنبسط بالشغل اكثر من البطولات. يعني هلا انا اعتزلت البطولات، اخر بطولة شاركت فيها حلفت انه ما عاد شارك ولا بطولة. ليش؟ لا مصروفه قوي كثير، غير مصروفه في شغلة بقى مصروفه وكل شيء. لا الحمد لله ملحقين مصروف، بس عنا هيك كم قصة يعني تحس في ما في يمكن ما في تأدي، يعني ما في يمكن دعم، ما بيقدروك انه انت مثلا تعبانه وماسكه حمي انا 8 شهور ما بعرف مثلا شيء اسمه خبز ولا سكر ولا فواكه ولا شيء، كله عجاج وتنشيف ولا شيء، يعني زيت اخر شيء مثلا انه كل هالتعب اخذت هالشهاده مركز اول وخالصين. ما يعني في تكريم لبعض ولا 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 شيء، ما في عندنا شيء، يعني خلاص انه اعتمدت على نادي ودرب وطلع اجسام، انا خارج اجسام احسن من بطولات كلها ببلدنا الا اذا حبيت شارك دولي يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب عم نحكي اليوم كوتش عن بطل اليوم، البطل صناعه البطل بحاجه حكينا عن الدعم المادي وهدول القصص، بس صناعه البطل بتبلش من عمر كثير صغير لحتى اليوم انا اقدم لمجتمعي تمام. بطل، فانا في صقل بالصغر عم بشتغل عليه. خلينا نحكي بالشيء الشخصي عن تدريبك اليوم، انت كيف عم تقدر تدرب وتشارك وتدرب؟ هلا انا بلشت من عمر صغير 16 سنه، يعني كان بداياتنا كلها غلط الحمد لله، ما حدا كان حدا يوجهك تماما، ما كان حدا يعني ما كان حدا الدعم والتوجيه كبير، يعني تعبنا كثير عشان ابطال كبار قديمين باللعبه هلا نصهم ماتوا الله يرحمهم، يعني الله يرحمه. وتعلمنا هيك، وفوت على جوجل اقرا كتب، ترجم كتب يعني كتب رياضيه، وعلى الخبره العمليه كله ببين معي، يعني على العمليه كله ببين معنا انه نجرب كذا، كثير بنوقع باغلاط، يعني جربناها حالنا مشان ما نوقع مع لاعبين ثانيين ومنها هيك صرنا. بس الغلط اللي عم يصير هلا انه مثلا عم درب انا لاعب، مثلا عندي لاعب دربته بالنادي مثلا 4-5 شهور، بتفاجئ صار كوتش عم يدرب عالم. هو اساسا حق على النادي، يعني هو اساسا في اساسا خطوات لا انا اقدر اتبنى، في شهادات لازم تكون موجوده. بس لاي شخص عم يتابعنا كوتش ابراهيم وعنده هذا الشغف، اي سن مناسب اذا بده يبلش ليلعب هي الرياضه ولا فعليا يشترك ببطولات؟ السن الانسب يعني قلت انت خلال مسيرتك كان اجتهاد شخصي انت اللي كنت عم تدور، هلا لا الموضوع منفتح اكثر، يعني العصر اختلف فينا نقول. هلا هي الرياضه له ما لها عمر، يعني فيه يبلش من عمر 15-16 سنه الى تمارين محدده بتلعبيها هون للاعب، بعض يعني بده يكون اقل شيء له 3 سنين ليبلش يشارك ببطولات، لانه يعني عندنا اقل شيء بيكون ليكون جاهز جسمه، تكون جسمه اساسا بعيد عن الهرمونات الكتله العضليه. ما نفوت لانه كمان هلا درجه انا بتوقع يمكن ما عم يدعموا هاللعبه من وراء الهرمونات عم تصير والقصص عم ياخذوها اللاعبين، يعني هي السبب. صرنا نشوف اوفرا بالموضوع، اوفرا بالموضوع، يعني ما عاد في جماليه، صار في منظر يعني اشمئزاز بالشوارع بالطرقات، يعني بتشوفي منظر اكيد. هلا هدول نحن بنصنفهم خارجين لعبه كمال الاجسام، يعني ما لهم دخل فينا. قد ايه صحيا اليوم هن معرضين لخطر كثير كبير بسبب الهرمونات؟ يعني مو قال لي بس هرمونات، عم ياخذوا مثلا مدرات بول، اي انه مشان يسحب مي من الجسم، اي بينتهي فورا، وعم ياخذوا مثلا انسولين. انسولين فجاه بيهبط السكر، ما واحد بيموت برضه. المفروض يكون في يعني في جهه يعني تركز على هاي النقطه اكثر، ان كان من شهادات التدريب. اليوم انا لحتى اقدر اكون كوتش المفروض يكون معي شهادات تدريبيه اقدر من خلالها رخص اليوم نادي ودرب ناس، وكمان كطبيا كمان في اشراف طبي. هلا حكيت له النقطه بالنسبه لشهادات، نحن شهادات تدريب الدورات عندنا بالاتحاد عم تكون مثلا دوره مستجد درجه اولى ثانيه ثالثه، عم تكون الدوره خلال اسبوع نعمل له فحص للواحد وكله نظري، اذا ما كان انا برايي عملي وعلى ارض الواقع عملي ونختبره المدرب كله غلط، يعني هي الدورات كلها غلط. دول يعني دول من عمر الاربع سنين عم
بلش بصناعه البطل. احنا اليوم ايمت ما اجى على بالنا ب 40 30 سنه انا اليوم بدي اصير كوتش. بصير يعني. بصير عندنا كل شيء بصير. اليوم الكوتش ما نور رضيان على شيء. لا بس اكيد كوتش ابراهيم نحن بنتمنى لك التوفيق ونحن بنعتز وبنفتخر باشخاص مثلك بالبلد اشتغلوا على حالهم واحضر يعني حصلت على مراتب عليا وبطل جمهوريه لبناء الاجسام. اكيد نتمنى لك التوفيق وبدنا اياك هيك ان شاء الله هيك تفكر بفكره الاعتزال وتشارك خارج البلد بشيء دولي على مستوى العالم. يا ريت. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كوتش وصباحك صحه ورياضه ورضا هيك على طول بس حلوه. اهلا وسهلا كوتش. احنا كملي اكيد لو بدنا نروح هلا روحي على السويدة سوا يلا تفضل. اما هلا حنروح للسويدة وبهدف الحفاظ على مسرح خيال الظل قامت الأمانة العامة للتنمية بتدريب كوادر جديدة على هذا النوع من الأعمال المسرحية. حنكون بتفاصيل ضمن التقرير التالي مع مراسلنا شام حمدان. يسعد صباحكم. خلونا نروح للسويدة. بهدف الحفاظ على مسرح خيال الظل قامت الأمانة العامة قامت الأمانة العامة للتنمية بتدريب كوادر جديدة على هذا النوع من الأعمال المسرحية، حيث تم تخريج فريق مختص في محافظة السويداء يحمل اسم ظلال ومنحه شهادات تخوله البدء بتقديم عروضه لهذا الفن. فعاليتنا هي كانت ثمرة لتسجيل عنصر مسرح خيال الظل على قائمة السمن العاجل بمنظمة اليونسكو عام 2018. العنصر تعرض لأخطار كثيرة أهم وفاة الممارسين اللي كانوا عم يقوموا فيه وما ضل عنا إلا ممارس واحد. فتحركت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المجتمعات لتدريب كوادر على مسرح خيال الظل. فريق ظلال هو الثاني الذي تم تخريجه على مستوى سوريا وذلك بهدف حماية وصون الهوية السورية كون خيال الظل يشكل أحد مفردات التراث السوري. هدف الفعالية الأساسي هو كان تدريب مجموعة من الشباب الغير مختصين ليصيروا مخيلين سوريين لأحياء هذا الفن يلي هو كان يعني بلش يخلص ما عاد في يعني مخيلين جدد بالوسط الثقافي. هذا التدريب هو الثاني على مستوى تخريج مخيلين محترفين على مستوى سوريا لإبراز وحماية وصون الهوية السورية كون خيال الظل هو أحد مفردات التراث السوري التي نحاول على الدوام بورشات مختلفة التأكيد عليها وربطها بهويتنا وشخصيتنا السورية. جهود كبيرة تبذلها الأمانة العامة للتنمية من أجل الحفاظ على تراث البلاد وحماية الهوية السورية الثقافية. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لموضوع كتير مهم للطفولة. قديش مهم يمكن رشا اليوم تعليم الطفل بمر بمراحل كتير مهمة لبناء شخصيته وتكوين شخصيته، لكن البيئة بتلعب دور، المحيط بيلعب دور. اليوم الأم ما عم تربيه لحالة للأسف، يعني في عدة عناصر بتشارك بهي التربية. أكيد نور، ومنرجع دائما بنقول إنه الأهل هن المنبع الأساسي لهذا الطفل. اليوم أنا شو بزرع بطفلي رح أحصده بعدين بمرحلة الشباب. بنشوف ردات فعل كتير عند الشباب والصبايا، بنشوف أزمات نفسية وبنرجع نفسيا بنقول رجعوا للطفولة، شوفوا كيف كنتوا عم تعاملوا أطفالكم، شوفوا كيف كانت الأم مع طفلة أو الأب مع طفلة، أو شوفوا كيف كانت علاقة الأهل مع بعضهم. الطفولة كتير مهمة لنقدر نزرع فيها الشيء اللي نحن حابينه بالمستقبل. أكيد. لرح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا لليوم الأستاذ محمود الخالد، اختصاصي صحة نفسية للطفل. صباح الخير حكيم. صباح الخير لكم. يسعد صباحك. الله يسلمكم يا رب. دائما معك بنركز على هي القصص والتفاصيل المهمة في مرحلة الطفولة، ويعني قد ما حكينا هي أساسا مسؤولية كتير كبيرة وعاطق يعني كتير كبير على مسؤولية على الأم وللأهل. واليوم العصر مختلف، يعني اللي بيقول لك أنه أنا ربيت 10 أولاد سابقا من 50 سنة الموضوع مختلف، ما كان لا هي التكنولوجيا ما التلفزيون ما في هذا الانفتاح، الطفل كان خياله بسيط أكثر. اليوم خلينا نحكي التربية قديش بتأثر بشخصية الطفل. اليوم مثلا نقول طفل خجول انطوائي، أكيد في أسباب لحتى الطفل طلع هيك. أول شيء صباح الخير. هلأ بدنا نتعامل مع أولا اللفظ اللي هو طفل خجول أو طفل انطوائي. أولا هاي الحالة هي حالة طبيعية، لأنه نحن بدنا نقول أنه في عنا حسب الدراسات بتقول أنه في عنا 15% من الأطفال اصلا هن بيولدوا خجولين. صحيح. عرفتي علي شلون؟ فاولا نحن بدنا يعني نتعامل مع هاي الحاله بطبيعيه.
تمام ب ما نبالغ ما نبالغ فيها صح. نقول انه والله انا في عند ابني مشكله، لانه هي اصلا ما انا مشكله، هي حاله طبيعيه. خلينا نقول الاهالي هي اللي بتكبر المشكله وهي اللي بتصغر المشكله. يعني نحن دائما بس هن المحيط يا حرام بهيئون المقارنه الفرديه 100%، لانه نحن عم نقول طفل في الدائره الاولى والاساسيه بحياته تمام لفتره كثير مهمه، خلينا نقول لدخوله للمدرسه، هي الدائره الاولى هي الاسره. فنحن دائما بندقق على الاهل، ليه؟ لانه من ولاده الطفل حتى دخول المدرسه يعني العمر 6 سنوات الاهل هن الاساس وهن المنبع. ففيك تقولي من عمر السنه لعمر الخمس سنوات كل شيء مهارات، كل شيء تفاصيل عم تصير مع هاي الطفل عم ياخذها من وين؟ من الاسره. وشيء قليل من المحيط اللي هن الجيران والمعارف او الاقارب. فلذلك نحن دائما بندقق على الاهل بهي التفاصيل يعني. طيب استاذ، اليوم كرمال ما نخلط بين المصطلحين، في طفل خجول في طفل جبان، في امهات بتفكر الخجل ممكن يكون جبن عند الطفل يعني، فبتقول لك انا ابني جبان، هو بيكون الطفل خجول يعني، هو ما انه قادر مثلا يواجه اليوم معلمته، وما انه قادر يواجه طفل ضربه وبيخجل، بعيدا عن انه هو ما هو جبان او لا يعني. اليوم نحن كيف قادرين نفرق بين هاي النقطتين؟ هلا نحن لازم نحكي في شيء اسمه يعني علامات طبيعيه للطفل الخجول لازم نحن نكون ننتبه. شو هي هاي العلامات؟ تمام، هلا هاي العلامات خلينا نقول اول شغله، الطفل الخجول هو ما بيحب يعني ما بيحب يتحدث، ما بيحب يحكي عن نفسه ابدا. الطفل الخجول هو طفل هادئ بالمجمل، ما له يعني ما له مشاغب، بنقول مثلا في يعني ما بيشاغب، ما بيحكي، ما بي ما في له اي تصرفات، ما له اي ردود افعال، هو يفترض انه يكون يعني هذا الطفل الخجول هو في عنده صفة اللي هي صفة الانسحاب، ما بيحب يجتمع بمجموعات، لا إن كان خلينا نقول بالبيت مثلا مع أقران الأطفال أولاد قرايبينهم معارفهم جيرانهم، ولا إذا كان بالمدرسة. الطفل الخجول في عنده صفة الانسحاب. خلينا نقول كمان في عنا من صفات الطفل الخجول، الطفل هو ما بيحب يعني حدا يهتم فيه، ما بيحب يكون محط اهتمام يعني غالبا. ما بيحب يعني هو بيستحي، لانه مثلا بقول فلان والله في ناس كثير مثلا بتفتخر بهذا الموضوع، والله ابني شوفه بيغني، شوفه كيف بيلعب، كيف بينط، شاطر كذا، ابنه بيحمر وجهه فورا وبدمع. فهو ابدا هو ما بيحب يكون محط اهتمام، لانه هذا الشيء بيلبكه تماما يعني. فهي الصفات هي يعني هي صفات عامة عند الأطفال الخجولين طبيعية، وهذا شيء بس هي صفات طبيعية على فكرة يعني. بس خلينا نحكي عن جزئية كتير مهمة، مرحلة الطفولة مرحلة كتير مهمة لصقل شخصية الطفل في المستقبل، يعني دائما بتلعب هي يا تأثير إيجابي يا سلبي بحياته بالمستقبل. واليوم لما نقول دائرة الأولى تقتصر على الأهل، يمكن أنا قلت لك بداية حديثنا لأنه خلال سنوات الحرب ما عاد حدا عاش ببيت يعني، صرنا نشوف بالبيت الواحد 3-4 عوائل يعني، ما عاد شفنا عائلة واحدة بسبب ظروف الحرب القاسية، بسبب فعلا في كتير ناس خسرت بيتها، ففي تشاركية يعني صحيح. بس أنا كأم يعني وأب عم يتابعونا اليوم، شو هي القواعد الأساسية لأنا فعليا أقول أنا الدائرة الأولى؟ يعني في قواعد أساسية بالتربية لازم بقى ما حدا يتدخل فيها، لا الجد لا الست لا حدا. أنا قلت ما يعني في نقطة أساسية لأنا أكسب شخصيته يعني، في ناس بتقلك أنا ماني مدلعته بس المحيط عم ينزع لي كل القواعد كتير. نحن بنعاني من الأمهات بشكل كتير كبير. أنا قلت لك ما في هيك، لا بس هالمرة كرمالي. فهي هذا الهرم بيتنكسر شوي شوي، لا أنا بدي أعطي قواعد وأسس أساسية، لأنه بالأخير بيقولوا للأم إنه أنت السبب يعني، هي تربيتك، مع إنه الكل مشارك يعني وقت القصة الموضوع فيها سلبي كله بيسحب إيده ما له صحيح علاقة. صحيح هذا الكلام. هلا الأمانة هي يعني هي مشكلة يعني مشكلة نحن ما فيها ننكرها. اليوم الأب والأم هن عم يشتغلوا، فوين بدهم يروحوا بابنهم؟ فعم يضطروا يعطوه للجد أو للست أو للأخت أو إلى آخره. وبنفس الوقت بعدين بنطالب إنه نحن لازم ما حدا يتدخل بتربية هذا الطفل. بس أنت في فترة كثيرة كبيرة عم تترك ابنك أو بنتك بمكان بحكم الظروف اللي أنت يعني مثل ما تفضلت فيها، الظروف المعيشية الصعبة. ما فينا ننكر كمان الأسباب اللي بتخلي الطفل اللي يصير خجول، كمان نحن ما بدنا ننكره يعني. اليوم نحن الأهل هن الأساس بهذا الموضوع. اليوم الأهل إذا كانوا مستبدين برأيهم فأنا بالضرورة ابني ما راح يكون خجول وما راح يكون انطوائي. ليش؟ لأنه هو ما عم يعطوه مجال أصلاً إنه يعبر عن رأيه يعني.
الاهل اعمل سوي لا تعمل لا تسوي، فهو ما عم يعطوه مجال حتى اصلا يقول لهم ليش او ليش بدي اعمل هيك. حتى اذا صارت معه مشكله، يعني اليوم كثير اهم الاسباب ممكن تخلي هذا الطفل خجول، اللي هو اولا مقاطعته في الحديث، ممكن المسخر عليه. يعني انا اليوم انا عم احكي ممكن اني انا اقاطعك او اني اتمسخر عليك او اني انا همش رايك او همش هذا الحديث اللي انت عم تحكيه، فانا خلص تلقائيا رح يصير في عندي رده فعل انه انا كل ما بدي احكي فلان رح يقاطعني او ابي رح يقاطعني او امي رح تقاطعني، فانا ما بقى احكي. لا، والفروق الفرديه ما كثير في مقارنات بشعه، يعني ما لها هي مقياس. اليوم انه شوف فلان هذا اشطر منك كذا، ممكن اعمل عمليه تحفيزيه مش مقارنه، يعني هي الطريقه بتختلف. تمام، هو نحن هاي هي القصه، نحن دائما بنفكر حالنا انه انا لما لشوف فلان هو اشطر منك فأنا حفزه، وهو هذا الحكي مو صحيح، لأنه هذا الشيء ممكن يعمل عنده ردة فعل عكسية. أولاً ممكن يكره فلان ويكرهك أنت نفسك. ليه؟ لأنه أنت رح عم تفضل، أنت عملياً عم تفضل أخ على أخ، أو ممكن عم تفضل قريب وأنا ابنك. تمام، هو كمان بيعرف تماماً أنه هو ابنك، فأنت لما تشوف هو عم تفضل حدا تاني عليه فهو بالنهاية رح يصير في عنده ردة فعل عكسية. طيب، ورح يصير يتصرف تصرفات ما يقبلوها الأهالي. يعني هي شعرة بين أنه خجول وصرنا بالانطوائية بسبب المعاملة. تماماً. خلينا نحكي أستاذ بشكل كتير سريع، اليوم نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل صح، كرمال أنه أوكي أنت خليك خجول، اليوم بجوز هالطبع أنا ما رح أقدر غيرك، ولكن أنا ما زيد القصة عندك وما خليك تروح للشيء المرض النفسي بالانطوائية وغيره. صحيح. هلا أنا أول رسالة لازم نحن نوصلها للأهالي أنك لا تقول عن ابنك خجول. قدامه صحيح، تماماً. لك أنا ابني كتير بيخجل، أنا قدامه إنه أنا ابني كتير بيخجل، أنا ابني كتير خجول. أول شغلة لازم نوصل للأهالي إنه لا تقول عن ابنك خجول قدامه، ولا تخلي العالم تحكي عنه إنه هو خجول. هاي أول شغلة. تاني شغلة لازم نحن نتعامل مع الموضوع بشفافية، بحقيقة. أول أنا بعرف إنه أنا ابني خجول، ولازم هو يعرف إنه هو خجول، ونبلش نحن نتناقش معه على الأسباب اللي هي عم تخليه خجول، ليش ما عم يقدر يحكي، ليش ما عم يقدر يعبر. الشغلة الثالثة واللي هي الأساسية، لازم نحن نحط خطة، لخطة حقيقية باستراتيجيات معينة، لأنه نحن نبلش نشاركه بالقرارات. يعني أنا اليوم أي عمر فيني أنا أخذ رأيه، بحكي له تجاربي أنا اليوم، بحكي تجارب صارت معي قبل، كيف مثلا صار معي موقف خجلت منه وكيف تعاملت معه. الأهالي تحكي هاي التجارب ونبلش نحن نشاركه أنه شو رأيك بهذا الموضوع. لازم نحن نحكي كمان كذلك الأمر عن المحفزات اللي نحن ممكن نحن نغري فيها فيما لو تعامل مع أي موقف بدون خجل. يعني أنا اليوم إنه أنت تعاملت مع هذا الموقف، يعني بيشوف ردة فعلي على أساس ردة فعل. وابتداء من إني أنا بلش علمه كيف يسلم على طفل، يسلم على قريب، إنه سلم على عمه أو سلم على رفيقك أو إلى آخره. هاي كتير من علم هاي القصة مع طفل. يعني هاي شغلة تعزيز ثقته بنفسه هي باستماعه للأخير. صدقيني، يعني اليوم نحن دائما كل ما بيحكي طفل إيه خلص سكوت، إيه قاطعه. اوقات ممكن تكون لا بتخليه يحكي طول النهار، بس هو بس بدك تنيمه وخلص ما بقى يعني تماما بده يحكي سبع ساعات. لا بالعكس، حرام شمال ايه كل القصص بيتذكرها. كثير مهم كثير مهم كثير مهم عدم الانتقاد. صحيح. لانه عدم الانتقاد، يعني عدم انتقاد الطفل كثير راح يقوي شخصيته، راح يخليه يعبر عن الشيء اللي بده اياه بعد ما يخلص. دله على الصحيح، لانك اذا انتقدته هو ما بقى يحكي. يعني هو بالنهاية هو ممكن بصير بخاف، يعني بصير بيقول لك انه اخي انا اذا حكيت بدهم يبهدلوني. حتى في نقطة استاذ كثير مهمة للأسف، يعني اليوم ما بدنا نقعد نجمل الواقع، يعني كثير بنحكي بموضوع التوعية انه طفلنا خلينا نتعامل معه كرفيق كشاب كصبية، ولكن يعني انا بشوف في تعنيف بالصراخ قدام الناس، يعني انه على روح من هون بس بيطلع عم يبكي الطفل. يعني صحيح. في هون في انكسر شيء يعني. فاليوم انا درع الحماية تيتا وجده انا معهم، يعني لانه هن ملجأه بالنهايه، يعني بنتذكر من حالنا، يعني وقت بتقول لك لا تصرخ عليه بجوز هي في تجربه مرقت بحياتها، بتعرف انه هذا الطفل ما لازم تكسر شخصيته اليوم. ما هو هي مشكله اكبر. يعني لسه انك انت تصرخ عليه بالبيت بينك وبينه، غير لسه انك انت تصرخ عليه قدام العالم. بتحلفك اماني كرمالي ما بتضربه. ايه تماما. يعني انت هون في مشكله حقيقيه، لانك انت هون انت صرت عم تاثر عليه حتى خارجا بالبيئات اللي حواليه بالمجتمعات بالحياه الاجتماعيه، لانه راح يصير يعرف انه قدام رفقاته تصرخ عليه وتبهدل ويمكن انضرب، فهو اصلا حتى راح يصير يكره يطلع يشوفهم، لانه راح يقولوا ايه فلان والله هذا بالنهايه اطفال اكل قتل تنمر، يعني خلينا نسميها انه ليكو هذا اللي اكل قتل المره الماضيه، هذا اللي صرخوا عليه، هذا يعني هي مشكله حقيقيه. اليوم انت اي شيء بيصير مع الطفل خارج نحن بنسجل بنحط هاي الملاحظات، وبس نرجع نحن لازم نقعد معه نقول له شو كان عم بيصير، في اخطاء
وما تاكل هم الخارج، هو مثلا اذا يعني الطفل صرخ بالطريق ما تاكل هم الناس، هذا طفل بده بالنهايه يشتغل. هو طفل صحيح 100% لا الارسل على شيء يعني ما له علاقه فاكيد يمكن عالم الطفوله عالم كثير واسع، نحن دائما بنتمنى لاطفالنا حياه جميله بتشبه هيك لوبهم البيضاء والصافيه. بالختام اكيد بدنا نتشكرك محمود الخالد اخصائي صحه نفسيه للطفل على وجودك معنا وعلى دائما النصائح الجميله اللي شكرا لكم. شكرا كثير لك. شكرا لك. صباحك ومثل ما قالت نور بتمنى لهم ايام احلى من هذه الايام اللي عم تمرق، يعني صرنا نرجع نحن لايامنا من زمان، صرنا نقول عشنا اجمل ما عم بيعيشوا، صرنا نسميهم اطفال الحرب للاسف من كل النواحي كان نفسيا ماديا اقتصاديا من كل النواحي، لذلك خلوا هيك دائما هذا الطفل رفيقكم بحياتكم، خلوه هو العنصر المجمل بالبيت، صح هو المدمر هو المكسر هو الهالك، ولكن اخر شيء وقت بتحتضنه وبتنام قد ايه نور بتقولي انا اسف لاني اليوم صرخت عليك. احلى شيء بالحياه هنا الاطفال، يا ريت نقدر نمنحهم المستقبل اللي بنتمنى لهم اياه، يا ريت. اكيد نهاركم حلو وان شاء الله كنا اليوم هيك على ذوقكم بفقرات صباحنا لليوم، بدي اتشكر كل الكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول والمعدي هزار اكيد، كونوا بخير على طول ولاقونا نهار السبت بفريق جديد وكادر جديد، من هلا لوقتها كونوا بخير، باي باي. شكرا يا نور. يعطيك العافيه رشا، رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، ملتقانا بكره باهم محطات رحلاتنا الصباحيه خلال الاسبوع، ختام رحلتنا بنتمنى مثل بدايه الرحله نهار يحمل خير وبركه وراحه بال ورزق وانفراج لكل الناس. رحلتنا الصباحيه خلصت، الى اللقاء.